أعلن المتحدث باسم ائتلاف الفتح النائب أحمد الأسدي أن حزمة الإصلاحات التي سيتبناها ائتلافه تتضمن 20 نقطة، وقال الأسدي في تغريدة له أنه سيكون من أولويات الائتلاف قضاياه الأساسية والتي سيركز عليها بشكل تفصيلي هي إعادة المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي وبناء 100,000 وحدة سكنية وتوفير منح ورواتب للعاطلين عن العمل والعوائل التي لم تمتلك دخلا شهريا.